المنتخب الأول وعلامات استفهام كبيرة جدا جدا شفناها احنا كمصريين في المباراتين اللي اتلعبوا سواء كينيا او جزر القمر. يعني كان بصراحة نتيجة غير اللي كنا متخيلينها تماما، نتيجة في الأداء مش نتيجة في حتى لو كنا خسرنا وعملنا أداء كنا ممكن نطمن شوية ان الموضوع هيكون في الأحسن يعني في اللي جاي، لكن بصراحة كان الأداء مخيب للأمال. لكن بننتظر الكثير جدا من منتخبنا المصري الأول بقيادة الكابتن حسام بدر، إن شاء الله يعني يحققوا اللي احنا عايزينه ويطوروا الدنيا بسرعة جدا. المباراة جزر القمر إن شاء الله يكون في حديث كبير مع الأستاذ محمود صبري تحديدا في هذه المباراة. الجماهير كانت فرحانة جدا جدا إن فرقتها تعادلت مع منتخب مصر، لأن منتخب مصر اسم كبير قوي في أفريقيا. كون إن أنت عامل اسم وعامل تاريخ وعامل بطولات مصدرها لكل الخصوم، فالناس كانت فرحانة جدا ونزلوا الملعب، وزي ما حضراتكم شفتوا المنظر كان في الملعب عامل ازاي، الا لعيبة جزر القمر نفسهم هم اللي كانوا زعلانين قوي عشان كانوا عارفين مباراة كانت في متناول ايديهم وكانوا بيلعبوا خصم للاسف الشديد كان خصم ممكن ان هم يكسبوه وياخدوا 3 نقاط. عموما ان شاء الله القادم هيكون افضل، لكن لازم نحافظ على سمعتنا الخارجية ان احنا فعلا منتخب عندنا تاريخ وعندنا بطولات وعندنا اصول كبيرة جدا لازم نحافظ عليها.